في جوجل ترندز في مصر النهارده كانت كلمة مباراة الزمالك اليوم ضمن الأكثر بحثا خلال الساعات اللي فاتت، وده بمناسبة مباراة نادي الزمالك ونادي كابس يونايتد الزيمبابوي اللي اتلعبت النهارده الساعة 3 عصرا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وخسر الزمالك بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد علشان يعقد موقفه في المجموعة تماما، وكده لازم الزمالك ينتصر في الجولة الأخيرة على أهلي طرابلس مع هزيمة نادي كابس من اتحاد العاصمة الجزائري.